بوم. مساء السعادة، مساء الهنا، مساء الرضا، مساء الحب، مساء التفاؤل، مساء التأخير عليكي يا حلوة يا تعمى، على أمي، على بنتي، على صاحبتي، على جارتي، على الهارت بتاعي، على حبيبتي. اعتذار عظيم وكتير ورهيب على هذا التأخير، بس الصراحة يا جماعة يعني اللي بيحصل مع هذا البرنامج يعني حاجة غريبة جدا. يعني في عارفين النحس؟ عارفينه؟ ملازم بقى، ملازم يعني ملازم، ها يعني كل حاجه، كل حاجه يعني الحمد لله. واحنا نقول ايه غير الحمد لله؟ يعني الحمد لله. كان عندنا سلمى بتقول لي عطل من البث مع شويه معاكسات كده، بس الحمد لله. يعني احنا قلنا المهندس وعكوزات استاذ حلواني استاذ سلمى بستزرق، فيعني الحمد لله. وبعدين قلنا المهندس ديكور ممكن نحط اي حاجه، خرزه زرقاء، عارفين العين، اي حاجه يا جماعه. مش عارفين نطلع هوا، احنا بقينا مش عارفين نطلع هوا، مش يعني حاجه، بس الحمد لله. ونقول الحمد لله ما بين ان احنا نطلع دلوقتي او بعد الفاصل. فطبعا استاذه سلمى قالت لي لا يعني نخلي الناس تستنى لحد ساعه مش عارفه كام، فقلت لها صح يا سلمى. استاذ حلواني قال نفس الكلام، طيب نطلع نمسي على الحلوين التعميم ونبتدي بعد الفاصل ان شاء الله. اسك رضوى، يعني يمكن يكون التاخير ده حصل. طبعا هي لحد دلوقتي سلمى لسه ما ادتنيش الكروت والمشاكل وكده، فيمكن التاخير حصل عشان انا كنت هقول حاجه يعني ارجع في كلامي مثلا يا جماعه، مش عارفه، بس اكيد كل تاخيره فيها خيره يا جماعه. فان شاء الله باذن الله هيكون اول اسال رضوى او اول اسك رضوى، واسترها علينا يا رب ان شاء الله بعد الفصل. النهارده معانا فقرات كتير. الستات اللي عايزه تركز بقى، ها نركز مع بعضينا كده. الستات اللي عايزه تتعلم تفصيل وخياطه وكذا، مش اللي جايه ان شاء الله، اللي بعديها فقره مهمه جدا فيها ضيفات عزيزات هيقدموا لكم هديه او هنقول بيسموها ايه؟ تعليم، دورات تعليم مجانيه او هديه منهم ليكوا علشان نتعلم الخياطه. قبل ما هنطلع فاصل عايزه افكركم بمسابقه ال 40 يوم اللي احنا فتحنا الباب بتاعها امبارح على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك. تخشي من باب تخرجي من باب، بشرتك مش هي وشعرك بيطول او بيقصر او بيتلون حسب الموضه، جسمك بيختلف، تعملي عمليات تجميل واسنان وضوافر ورموش وكل حاجه في خلال ال 40 يوم، وده طبعا من غير ما بندفع ولا جنيه لا للبرنامج ولا للدكاترة أو المتخصصين أو المتخصصات اللي المفروض هيشرفوا على المسابقة دي. المسابقة دي مش أول مرة تتعمل في برنامج هي وبس، دي المرة المليون زي بقية المسابقات اللي اتعملت للمرة المليون، زي التخسيس وخمس أسابيع ويلا نخس في خمس أسابيع إن شاء الله هتبتدي النهاردة. والمتحول الذهبي ده كل ده مش جديد على البرنامج، ها مش جديد. يلا نرجع بقى للابتسام بقى الحلوه ونرجع للحلقه الجديده مليانه تفاصيل ومواضيع وحركات وحاجات كتير قوي كده هتشوفوا ونسمعه، ولكن بعد الفاصل. مشاهدتي الاعزاء ترجع لكم تاني بعد الفاصل. ضحك فظيع في الفاصل لان قبل الفاصل قلت معاكسات مش عكوسات، فهم طبعا كلهم بيتريقوا عليا، استاذ حلواني صلحي، فش كده قلت تاني عكوسات، بس احنا عندنا معاكسات. احنا عندنا معاكسات وانا متاكده ان احنا عندنا معاكسات، فيعني حبيت اكد على المعاكسات ان دي ما كانتش غلطه، صحيح كان قصدي عكوسات بس برضو عندنا معاكسات. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم اول اسال رضوى او اسك رضوى الاستاذ سلمى، يعني محلفاني هي حطمني كروت واقفاني هنا لسه هي خارجه، عارفه لو مديت ايدك مش همدي ايدي. طيب اول اسال رضوى. يا رضوى انا عندي مشكله كبيره، عندي عقده من البنات، ده راجل يا سلمى؟ راجل؟ انت بتهزري؟ شكرا يا استاذ حلواني جدا اتفضلوا. ايوه اسمه كده، برافو برافو يا استاذ سلمى، حطيت مشاكل رجاله، ها هي اللي حطها. طيب يا رضوى انا عندي مشكله كبيره، عندي عقده من البنات ومش بثق في حد بسهوله، عشان بصراحه انا في زمن الحوارات وكلها بنات كتير وكلمت بنات كتير جدا
وبصراحة أنا بحب التغيير. أنا عندي 27 سنة ومش بفكر أخطب ولا أتجوز عشان خايف من خنقة الستات. أصلي بصراحة أصل بصراحة الستات حاجة مملة جدا. أنت هتسأل جامد. هل عندك إجابة على أسئلتي؟ طيب بصي يا أستاذ تي، عشان احنا يعني واخدين عهد ان احنا في البرنامج مش هنقول اسامي سواء رجاله او ستات. طيب حضرتك بتقول ان حضرتك في زمن الحوارات وكلمت بنات كتير جدا، وبصراحه انا بحب التغيير. التغيير ده يا فندم بيكون في الساعات، يكون في اللبس، معاك فلوس تغير عربيات، لكن ما يكونش في بنات الناس يا راجل يا محترم. ده نمره واحد. نمره اتنين، حضرتك بتقول انه الستات حاجه ممله جدا. طب طالما حضرتك عارف ان الستات او البنات حاجه ممله جدا وسعادتك لسه 27 سنه، ها بتعرف بنات كتير ليه؟ الراجل المحترم اللي شايف ان الست ممله او البنت ممله لا يزعل حد ولا حد يزعل منه. ومنتهى التناقض ان حضرتك بتقول ان البنات بتوع حوارات وعرفت بنات كتير جدا. طب انت ما بتتعلمش حبيبي؟ تعلمش يعني واحدة حورت عليك والتانية حورت عليك والتالتة والرابعة والخامسة، ما تبطل بقى. الحقيقة دي مش أسئلة، الحقيقة قلته ده يعني لا ينم على شيء غير ان حضرتك لازم تروح لدكتور تتكلم معاه. والله مش بتريق، بتكلم بجد، تقول له انا عندي مشكله مع الستات او عندي مشكله مع البنات، لان الكلام اللي حضرتك ما بس يا سلمى عشان احنا كفايه شتايم، لان الكلام اللي حضرتك كتبته دلوقتي ده يقول ان حضرتك عندك كلاكيع. مش ممكن يعني، تعالج بقى يعني. وبعدين تيجي البنت تشتكي لي فاقول لها زي حضرتك، فاقول لها سيبيه، فيقولوا علي ان انا اللي عندي مشكله. يعني زي ما انتوا بتخونوهم وتقولي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، يعني انت تخونها وانا حسبي الله ونعم الوكيل فيا؟ بجد؟ يلا اللي بعده. ساره على التليفون، يا ساره. ساره. الو. ايوه يا ساره. ايوه ازيك؟ ازيك انت يا روحي؟ تمام. انا كنت عايزه بس احكي لك على مشكله. اتفضلي اتفضلي. هو انا كنت مخطوبه من سنه. أيوة. وبعدين كان الموضوع ماشي عادي طبيعي يعني وكده، وكانش في مشاكل بينا جامده، الحاجات العاديه. تمام. هو كان ليه صحاب بنات وكده، وكان في الاول يعني يقول لي مش هكلمه معاك. إيه؟ لا لا، انت كلتي الكلام. كان ايه؟ بنات عنده صحاب بنات بس مش أوكي. كتير يعني، واحده او اتنين كده. مش عيب. تمام. فكان بيقعد في الاول يرديني يقول لي مش هنزل عشانك عشان ما تزعليش مش عارف ايه كده، بس في اخر شهرين ابتدى يتغير بقى، ينزل معاهم عادي، نتخانق عادي، مش فارق معاه. في الاخر راح قال لي بصراحه كده ما بيفرقش معايا الجواز، انا لكل الفرق معايا صحابي، انا اقدر اعيش من غير جواز عادي بس صحابي لا. لا استني يا ساره بس، عشان انا قبل بس ما اطلع الطلعه بتاعتي. يعني هو بيقول لك بالبلدي كده انا مش عايزه اتجوزك وانت مش فارقه معايا، لكن فارق معايا صحابي. طيب قبل ما هقول لك رايح هسالك سؤال واحد. اتفضلي. هل معاملتك اتغيرت معاه في الشهرين الثلاثه اللي فاتوا؟ يعني بقيتي بتهمليه، بتعامليه وحش، كاتمة على نفسه، بتغيري زيادة؟ أمانة ممكن غير زيادة شوية، ولكن الحاجات التانية زي لا. طيب بص يا سارة، طول ما أنا شخص متزم مع البني آدم اللي معايا، طول ما أنا هبقى مطالبة منه بنفس ردود الأفعال. تمام؟ تمام. فأنا النهاردة لو أنا بغير زيادة تأكدي إن هو كمان هيبقى عنده حاجة زيادة، يعني رد فعل زيادة. اتفقنا؟ تمام. قد يكون ده رد الفعل عليك ان حضرتك هو قال لك الكلمتين دول. ماشي؟ عارفه القمصه؟ ايوه. اتقمصت انت بس مش هنسيبه. حلو. اتقمصت فتره وبعدين نزلنا واتكلمنا وكده، بس هو قال لي خلاص انا مش هكمل وحاسس ان احنا مش هينفع نرجع لورجانا. اصبري عليا، اهدي قولي ايه. طيب اتقمصنا تاني، احنا مقموسين. خلاص؟ هو هيبتدي يكلم او يبعت رساله. اتكلم او ابعت رساله هقول لك هتعملي ايه. تمام. حضرتك هتبعتي تقولي له بص انا فكرت كويس قوي وانا بحبك وشارياك وحاسه انه انا قد اكون سبب ان انا دفعتك انك تقولي الكلمتين دول، ده مش عيب. ها؟ طيب يحصل ايه؟ حاجه من الحاجتين، يا يرجع واهلا وسهلا يا ساره،
والدنيا تمشي كويس، وانتي حاولي تكوني انسان متوازن في علاقتك بيه، يا اما مع السلامه. وايه وايه وبوسه كبيره لبابا. ميرسي يا روحي، ثانك يو. ميرسي يا ساره. ايوه يا جماعه معروفه يعني هم كلهم حافظينها هنا. بوسه كبيره لبابا حبيبي، نورت. يلا اللي بعده. لو سمحتي يا رضوى، انا كان عندي صحبه عزيزه عليا وكنا اكتر من الاخوات، بس هي خانتني خيانه مش ممكن تتوصف، وجت عشان اسامحها وانا رفضت وقتها، بس دلوقتي انا بحبها وعاوزه نرجع تاني زي الاول. ايه اعمل ايه؟ روحي لها يا حبيبتي، صاحبتك صاحبه عمرك بتحبيها كده، روحي لها مش عيب. قولها انا ساعتها كنت قافله وكنت متضايقه وما كنتش قادره اتكلم معاكي، لكن انت دلوقتي وحشتيني وعايزه اتكلم معاكي. اللي في نفسه حاجه يعملها، كرامتي دي بعد ما خطوتي يبقى في نفسي حاجه اعملها. يعني لو انا غلطت في خطيبي ورحت مثلا كنت عايزه اكلمه، ما تقمص واخد جنب، عشان هما برضو بيقولوا علينا ان احنا ام بوز. هما انا عرفت، ها، مطلعين علينا سمعه ان احنا ام بوز. لا، اروح اعتذر له، قلب بقى وشه في وشي وعمل فيها مش عارفه ايه. لا، كرامتي، لكن ما بقاش انا غلطانه واقول كرامتي، ها، وما غيرتش سياستي، ها، انا بقول الحق، ها. يلا اللي بعده. اللي بعده واحده مخطوبه، مخطوبه لشاب بقالهم شويه كتير. في الاول كان بيعملها حلوه، وبعدين ابتدى يهملها، وبعدين عرفت ان هو خانها، وبعدين اعتذر لها، غفرت له، ابتدى يهملها تاني وهكذا. ثم من فتره قريبه اتصلح حاله، بس هي لسه قلقانه ومش عارفه تثق فيه ومش عارفه تتاكد ان هو هيرجع ياخدها تاني ولا لا، وانه هيهملها تاني ولا لا. في واحد اسمه مارك جونجر كان بيدي محاضرة عن العلاقات، كان بيقول ان العلاقة دي عاملة زي المبنى اللي ليه اساس. المبنى اللي ليه اساس ليه عواميد كتير قوي، اول عمود منها هو الامان، تاني عمود هو الاحترام، تالت عمود هو الاهتمام. لو فقدت العلاقة، اي علاقة حتى ما بين اتنين اصحاب، لو فقدت العلاقة عمود الامان او الاحترام او الاهتمام، إذن هي علاقة مشكوك فيها. في أشخاص وجودهم في حياتنا بيقتل، وفي أشخاص بعدهم عن حياتنا بيموت، لكن عليكي إن أنتي تحسبي هتعيشي قد إيه أو هتموتي دلوقتي. فإذا كان الشخص اللي معاكي أو الراجل اللي انتي بتحبيه خطيبك، فقدتي معاه أحد من الأعمدة، الاحترام، الأمان، الاهتمام، إذن هي علاقة غير مستقرة. وإذا كنتي شايفة إن قربك من الشخص اللي انتي بتحبيه في موت بالبطيء ليكي زي ما بيقولوا، ما انا ميتة في الحالتين فحسيبه. لكن لو انت شايفة ان الشخص ده انا عايشة معاه وهموت في حضنه، كملي. لكن لازم تركزي جدا في فكرة انه اي علاقة في الدنيا ليها عواميد كتير جدا، اهمهم زي ما مارك جونجر قال الأمان والاهتمام والاحترام. افتكرت فبالتالي لو انت شايفة ان الأستاذ المحترم اللي انت مخطوباله فقد ثلاثة منهم، نصيحة ما تكمليش، لأن الموضوع هيزداد سوءا. لكن لو انت شايفه ان التلاته دول موجودين
وبقيه الحاجات التانيه مش موجوده مش مهم، كملي ولك الاختيار. اللي بعده، انا اتعرفت على واحده. ايه يا سلمى في ايه يا ماما؟ ايه يا سلمى يا حبيبتي، ده هي وبس يا حبيبتي، في ايه يا ماما؟ في ايه ليه كده؟ اتعرفت على واحده في شغلي في قاعة كذا، وبعدها حبيتها قوي ورحت قعدت مع اهلها، كتر الف خيرك راجل محترم، واتفقنا ان انا هسافر وهنزل اخطبها بعد سفري بتلات اربع شهور، ده عشان بابا عايز كده، ولا الزمن معصيش، وهو ما بيعصيش كلام ابوه راجل محترم. مهم ان هم راحوا قابلوا العيلتين، اتقابلوا مع بعض، حصل ما بين العيلتين مشاكل، العلاقه ما بينهم اتدمرت. لو سمحت دي كنت تقولي لها كلمتين يا اسمها ريهام انها ترجعي تاني، انا بحبها ما اقدرش استغنى عنها، ده نمره واحد. نمره اتنين، انا مش عايزه اخسرها ومش عارف اعمل ايه يا حبيبي، وساعتها هفكر في الانتحار لو هي سابتني. شايفين الرجاله الجميله هيفكر في الانتحار، سو كيوت يا جماعه، فظيع. لا حبيبي ما تنتحرش، يعني هناك اشياء اخرى في الحياه، منها ان احنا اولا هنستخي ربنا سبحانه وتعالى، الموضوع سهل وبسيط جدا، نستخي ربنا سبحانه وتعالى وتدعي على قد او قدر المستطاع انه لو فيها خير، لو فيها خير يقربك ليها ويعجل بالجواز ويهدي اهلها، لانه مش شرط تكون هي شخصية او شخص مش كويس، لكن قد يكون ان ربنا سبحانه وتعالى عارف ان لو انتوا اتجوزتوا، ها لو انتوا اتجوزتوا بنت هيتخرب، فما بيمشيش الجوازة، أو قد تكون تجربة أنت تتعلم منها أو هي تتعلم منها. كلمة محدش عارف النصيب فين دي بتطبق على العلاقة دي، استخير ربنا سبحانه وتعالى، حاول معاها مرة واتنين وتلاتة. بس أنا عايز أقولك على حاجة برضو شهادة حق، الشخص لما بيجي بيتجوز ما بيتجوزش فرد، بيتجوز عيلة، دي حاجة أنا شخصيا أبصم بيها، بنتجوز عيلة. طيب اللي بعده، مشكلتي انا اتجوزت في سن صغير، دي بنوته، وبعد صراع طويل في جوازي فشل، وعندي بنت وولد كبار مش صغيرين. مهم، اتطلقت بعد معاناه شديده، اخدت بنتي وابني رفض انه يعيش معايا، عاش مع بابا. اتعرفت على مشكل في مشكل على حد محترم كبير ناضج حبني وحبيته وهو متجوز، يا خرابي بقى، وعنده بنتين بس برضه تعبان مع مراته هيسيبها وعايز يتجوزني. أنا خايفة من تكرار التجربة تاني، وكمان خايفة يحن لمراته أو يقارن ما بيننا، بيصرف عليها كويس وراجل محترم وبيقدرها بالزيادة، ومش عارفة أعمل إيه. شيطاني بيقول لي إن هو بيعزها ويحترمها ومش عارفة أعمل إيه. طيب المشكلة دي مشكلة حلوة قوي. أي راجل محترم، اي راجل محترم زي ما بيبان في الجواز بيبان في الطلاق، وعلى قدر احترام الراجل على قدر ما هيبقى بيحترم ام اولاده وبيصرف على اولاده. فالراجل ده اللي حضرتك بتتكلمي عليه اللي بيقدر طليقته او ام اولاده وبيصرف عليهم وبيحترمهم، ده لا يعيبه او لا يعيبه، لانه ده يقول ان الراجل ده طالع من بيت محترم. ولكن ها، ولكن قاعدة عامة بتقول، وقد يكون الراجل ده هو الشواذ فيها او استثناء للقاعدة، انه زي ما هيتعامل في غيرك هيتعامل فيك. فلو هو النهاردة متضايق معاكي بعد 3 4 سنين وراح اتعرف على واحدة تانية هيسيبك عشانها، ما هو ساب الست اللي كان متجوزها ومن بناته عشانك. تمام، دي تاني حاجه. تالت حاجه، فكره ان انا اتطلق النهارده واخاف من التجربه، انا مقدراها، انا في مكانك، وبعد اقول لا ولو حصل ولو ما حصلش وبتاع ومش عارفه ايه، لكن في الاخر بقول ايه، لما هيجي نصيبي اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لي مفيش مفر، بس انا عليا شويه هوم ورك زي ما بيقولوا بالانجليزي او واجبات، اعمل ايه؟ استخير ربنا، ادعي ربنا. ما يا جماعه، ما هو اللي خلقنا بقى، فاساله هو الراجل ده مناسب ولا مش مناسب. فبدل ما تسالي رضوى، ورضوى ممكن تفتي او مش عارفه
او مش عارفه الراجل ده صادق ولا مش صادق، ما تسالي ربنا. ربنا هو الراجل ده مناسب بالنسبه لي ولا لا. وبعدين يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه قبل ما اكلم، قبل ما اكمل، اسال رضوى. مفيش اي حجاب ما بيننا وما بينه على فكره. ما نساله، ما نساله يعني الراجل ده كويس اتجوزه ولا الراجل ده مش كويس ما اتجوزوش، ما نسال ربنا. طيب اخر، معلش يا سلمى عشان خاطري، اخر واحده. اتعلقت. طيب انا سكت لان هي دي رساله مش هي بنوته بتحكي عن مامتها وباباها قد ايه الحياه صعبه جدا ما بين مامتها وباباها، وبتقول لكل البنات والستات لما تيجوا تختاروا راجل تتجوزوه اختاروا راجل ينفع يكون اب لعيالكو اكتر ما يكون زوج ليكو. برافو عليكي، برافو عليكي. وانا بضم صوتي لصوتها، بضم صوتي صوت البنوته. لما تيجي تختاري راجل تتجوزيه اختاري راجل يكون اب كويس لاولادك زي ما هيكون جوز كويس ليكي. لانه العيال مش هيطلعوا شبه شقه ابوهم او عربيه ابوهم، العيال هيطلعوا شبه ابوهم. ولو لا قدر الله، لا قدر الله حصل الطلاق وما كانش راجل محترم، انت هتتعبي وهتزعلي وهتجيبي ناس تزعل معاكي. ها، فارجوكوا واحنا بنقول تختاروا صح، اختاري اب، اب يودي الدكاتره، اب يشيل مسؤوليه، اختلفنا او كملنا يشقى ويحن ويصرف ويحترم ويهتم زي ما انت مطلوب منك انك تشقي معاه وتربي وتحترمي وتهنني وتبسطي وتبسطي عيلتك. الدنيا ماتش كوره، هات وخد. ها يعني هنا شويه وهناك شويه، مش جينا عندكم قعدنا، لا الدنيا عندنا وعندكم. ها يلا بقى نرجع للابتسامة الحلوة ونرجع للحلقة الجديدة. هننزل التليفونات ان شاء الله في بداية الفقرة اللي جاية للستات اللي عايزة تتعلم الخياطة. مشاهداتي عزيزات خليكم معانا وتابعونا، ما زلنا معاكم وهي وبس. احنا كده على الهوا كده يعني، طب حد يقول لنا يا بقول يا حبيبه قلبي افرضوا انا كنت بقول ده، انا كنت لسه بقول ياسمين دلوقتي حاجه يعني عيب على فكره اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعه، مش يعني مش اسلوب بقى نحبيهم بقى خلاص، ما انتوا دخلتوا علينا كده فجاه. مدام احسان صاحبه المشروع وصاحبه الاتيليه هيكنا ورانا يا فندم. ياسمين المتوتره اللي لسه كنت بقول لها كلمتين دلوقتي، الحمد لله ان هم ما دخلوش علينا وانا بقولهم لك. ورور ورادوى حبيبه قلب مامي منورانا. بعد ما دخلوا علينا نبتدي بقى نقدم دلوقتي فقط. هي انه فكره تعليم التفصيل والتطريز والخياطه وكذا انتشر جدا في مصر. بقى في ستات كتيره جدا بتتعلم، وفي ستات وبنات يعني بيعلموا وبيتعلموا، بينفذوا، بيعملوا مشاريع. اللبس عامه الناس بقت متجهه ان الذوق العام يكون احلى، وكل واحده تعمل اللي هي عايزاه وتلبس اللي هي عايزاه وبارخص الاثمان، لان بصراحه المحلات بقت يعني الحمد لله رب العالمين. يلا نبتدي بقى مع مدام احسان. اتفضلي يا رضا. احنا النهارده الاول عايزه اسالك عنك. اتفضلي. ابتدينا ازاي؟ مشروع؟ انا كده بدي كورسات اصلا بقالي فتره طويله. حلو. فبدات بقى ان انا اعلم بقى البنات الباترون، فعملت مبادره وكده. حلو. بس فطبعا الاول كنا بنقعد ندرب على ورق، فلغيته بقى قلت لا، طب احنا ندرب ليه؟ ندرب على قماش على الاقل بعد من يعني اول حصه من ابتداء القماش بتاعنا،
وبعد كده يستفيدوا منه يقفلوا. كل بنت جابت قطعه بنعملها وتستفيد منها، بدل ما بنعمل على البطرون ورق ونرميه. لا فطبعا وغيرت الفكره خالص، خليناها بقى ايه، كل بنت تجيني اول يوم اقول لها الحصه الجايه تجيب الوحده بتاعت النهارده، يعني اوكي. تجيبها لي متفصله كامله مصممها هي. وابتدينا بقى من هنا بقى المشروع يزيد، ان كل محاضره يجيبوا لي بقى القطعه اللي خدوها القماشه متفصله، يعني دي يعني اول انت بتخليهم باترونيست من يعرف اول يوم. ده انا عايزه اقول لكم، ده من اغلى الحاجات اللي في الشغلانه. انا عارفه الباترونيست دول يعني ايه، الله اكبر، دول اهم حاجه يعني في الحاجات. بس بدأنا بقى هي ايه، تجيب لي طبعا المنتج اللي خدته قبلها الحصه الاولى دي بلبس، طبعا ممكن تجيب لي قطعتين ثلاثه من اول حصه. انا بدي خمسه والسادسه فيها ايه التخرج بتاعهم، بس طبعا مش خمسه ان يقول لك ايه ده انا مش هيكفوا قليلين، لا هم بيفضلوا بعد ما بيخلصوا يتابعوني لغايه اخر يوم في عمري. برافو، انتوا طلبه وده احنا ولا ايه؟ كنا اتخرجنا من اسبوعين تقريبا. طلبه يعني يا اخي، خدت شهادات التخرج؟ خدت شهادات. عملتوا بقى باترون؟ احنا اوريدي احنا فصلنا وخرجنا منتجات ولبسنا. ما تهزروش بجد اللي انتوا لابسينه ده؟ اه ده الله يسعد لك قلبك. احنا هنعلم كام عندنا؟ 10؟ 10. يلا يا جماعه نحط التليفونات لو سمحتوا من فضلكم، عشان مدام احسان تبتدي تاخد التليفونات معانا. يعني انتوا طلبه طالبات؟ هما خلصوا يعني اسمهم خلصت. ايه اللي خلاكوا اصلا تفكروا في فكره ان انتوا عايزين تعملوا ده؟ هي الفكره بتبدا من البدايه، ان انا عايزه اعمل لبس عايزه يبقى بتاعي انا. دلوقتي كمان في فكره اللي هي المحجبات، مش اي مكان بيبيع لبس محجبات، وحتى لو حاجه عجبتك مش محجبه، ولو زودت لها التاتش بتاعك ان هو يبقى محجبات الشكل العام ما يبقاش حلو. فانا ليه ما اهتمش بالنقطه دي، وبرده هعمل مش محجبات، ما انا لازم ارضي جميع الاذواق. يعني انتوا اتعلمتوا الباترون وتفصلوا وتنزلوا تجيبوا قماش رورو بيب مامي رادو رادو نمره 2 يلا مش هنتكلم بقى. بالظبط زي ما ياسمين قالت كده، هو فكره ان بنت محجبه تنزل تشتري لبس بتلاقي حاجات مش مناسبه للحجاب اصلا خالص، مثلا البلوزات شفافه فهتحتاج تلبس تحتها بودي او حاجه، ففي الحر الموضوع مرهق جدا. فانا ليه ما اشوفش لبس المحجبات اعمله بطريقه تتلبس سهله ويبقى في نفس الوقت شيك وترندي وشكله حلو ويعجبها، والالوان كمان تبقى مناسبه. فرحت اتعلمت ان اعمل لبس لنفسي ولاي حد عايز يلبس حلو، وفي نفس الوقت يبقى مناسب، لبس مناسب للحجاب. خدتوا قد ايه مع مدام احسان وقت؟ خدتوا قد ايه وقت؟ انا خدت 4 محاضرات او خمسه. 5 محاضرات وعرفتي تفصلي؟ انا كل محاضره كنت بروح برجع. احنا عايزينك معانا من اول يوم معاكي. احنا عايزينك معانا يعني العشرة دول. هو انا قرار اخدته ان اي بنت تيجي عندي مش هسيبها الا ما تتعلم، حتى لو قعدت عندي 100 سنه هي معايا. ربنا يسعد لك من اول يوم بقول لها انا معاكي. ربنا يسعد لك قلبك والله العظيم. عمر ناخد اول تليفون مين يا جماعه؟ مين حد يقول لي؟ طيب سر سماح. يا سماح مش عارفه ما بيكلموش خالص بقى، ومش معايا يعني داخلين علينا وما عادش بيك حاجه، معامله غريبه. يا سماح ايه يا جماعه ليه؟ فين سماح؟ فين سماح؟ ريم. يا ريم. يا رورو. الو ازيك يا رورو؟ ازيك حبيبتي عامله ايه؟ انت عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ يا رب دايما الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي كله تمام. رورو احنا عايزين نتعلم تفصيل بقى وخياطه وحركات وكده. ليه عايزه تعملي مشروع ولا لنفسك؟ لا لنفسي. اوكي نفسك بقى ولادك وكده. لا هتعمل مشروع. مبروك يا روح قلبي، مدام احسان هتتولاكي يعني تمام جدا. خليكي معايا عشان ياخدوا بياتك في الكنترول يا رورو. دي اول واحده من العشرة. احنا ابتدينا ده امتى؟ انا بقالي كتير. امتى بقى؟ يعني انا نزلت فريق اعدادي يعني مدام احسان بقالها كتير، بس مش عارفين من امتى. بدات الكورسات ولا بدات الشغل بتاعي اساسا؟ انا اصلا مصممة ازياء. انت اصلا مصممه؟ مصممه ازياء وعندي كوليكشن وعندي براندي بتاعي من زمان.
انا بقيت 20 سنه والله. لا شوفوا شوفوا خبره. انا قلت خبرتي اللي اتعلمتها في طول السنين دي اديها لهم في وقت قليل جدا. بقالك طب الاول بقالك قد ايه بتشتغلي مصممه ازياء؟ بقالي مصممه ازياء فوق ال 20 سنه. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. واتعلمت وانا عندي 13 سنه يا حبيبي. اتعلمت لوحدي بعدين خدت كورسات عشان اعرف انا ابقى ايه. طيب وبقالنا قد ايه بنشتغل في موضوع الكورسات او الدورات التدريب؟ اه يعني بصي ممكن يكون انا يعني الموضوع اللي هو في الاخير ده بقاله حوالي سنه، لكن انا بادئه من قبل كده بسنين. يعني خرجتي قد ايه يا مدام احسان؟ لا من الناس اللي هم دول 500. كم؟ 500. 500؟ ما انت بسم الله ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك. 500 بنت وست؟ اه بنات وستات وكل الاعمار. يعني اصغر بنت عندي جاتني روضه. روضة ولا ردوة؟ روضة. روضة. ما انتي انتي اشتغلتيني وانتي روضة. لا يا جماعة الفقرة دي مالها يا جماعة؟ روضة علي. ليه كده؟ ليه بيحصل كده؟ روضة ها؟ روضة. انتي عندك كام سنة يا رورو؟ داخلة أولى جامعة. أولى جامعة رايحة أولى جامعة. بسم الله انتي عندي يعني أصغر طالبة. هي طنط. هي طنط. حاضر. لا مش طنط. لا معلش ماشي. طيب ال 500 دول في منهم كام بنت وست عملوا مشاريع؟ يعني اكترتهم عملوا مشاريع. كل اللي بتيجي بتبقى عايزه لنفسها بعد كده هي غصب عنها تعمل مشروع وانا بشجعها ان تعمل مشروع. وتعلميه منزلوا يشتري القماش رخيص منين؟ اه بعد كل الاقل هي الفكره بيكون في متابعه بعد كده، متابعه كتير جدا. واحنا اصلا ما بنعمل حاجه ونلبسها حلو حلو. طب لا هعمل مشروع. كل اللي بيشوفك بيبقى عاجبه شغلك. طب ثانيه ياخد التليفونات عشان هم يا رويده. رويده الو اسمها حلو حلاوه يا رويده. حلوه رويده. يا ردوه اسمك حلو قوي قوي. انا بحبك جدا وانا بموت فيكي. اسمك قد ايه كده رنان كده حبيبتي يا رورو؟ احنا عايزين نتعلم تفصيل مظبوط. ايوه مشروع ولا عادي؟ الاثنين. طب احنا 20% بقى انا ومدام احسان. مبروك عليك يا روح. دوره تدريبيه هديه من مدام احسان ليكي. خليكي معايا عشان ياخدوا بياناتك في الكنترول كده. 2 من 10. انت كنت بتتكلمي. دخلوا يا جماعه التليفونات بليز ورا بعض. انت كنت بتتكلمي عن القماش. بالظبط احنا بنجيب القماش ونعمله ونلبسه. ده الفكره في البدايه. بس فاحنا بنعمله ونلبسه. انا دلوقتي ما بقتش اشتري لبس، بقيت بعمل بلبس بنزل خالص. صحابي حلو حلو هتعمل لكم. ما تهزريش. لا انا جبت مكنه وشغاله. جبتي مكنه؟ مكنتين. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. انا بشجعهم يجيبوا مكن ويشتغلوا وبتوريهم اماكن المكن منين وكل حاجه. يعني مثلا ما حدش بيجيب مكن لما يسالني اقول له هات ماركه كذا هات كذا. يعني يعني العشر ستات بتوعنا انت هتساعديهم ان هم يعملوا مشاريع فعلا. اللي عايز تعمل مشروع تقول لها انا عايزه اعمل مشروع. انا عايزه عايزين انا كل يعمل براند نضرب بيه البراند الاجنبي. انا عايز كده يعني. يعني جبت مكنه مصريه تكون هي الاعلى في اي حاجه. ها انا كنت بادئه ان بشوف ستايلات كتير قوي فعايزه اعمل زيها وعايزه اعمل لبس بتاعي انا لوحدي فهعمل لنفسي. بعد كده بقيت اعمل فاصحابي برضو يشوفوه وايه ده حلو لا خلاص اعملي لنا زيه. فجبت مكنه برضو ابتديت مكنه. عايزه اقوم ابوسكوا تعالوا ناخد مديحه. هما بيقولوا خطوطك كل شويه حد بيدخل وبيقطع. يا مديحه. ايوه الو. مساء الفل يا فندم. مساء النور. ازيك يا رب. ازيك انت يا روحي؟ عامله ايه؟ انا كويسه طول ما انتوا كويسين. وانتوا وحشتوني قوي. عايزين ابوس كده وابوس كده اهو. الله يخليك. انا عايزه بس اشترك معاكم. انت خلاص اشتركتي وكسبتي وخلاص ومبروك عليكي. ومدام احسان هي قاعده واحنا مثبتنا ومفيش موضوع. يعني الف مبروك يا مديحه. احنا هنعمل هنفصل نفسنا ولا مشروع حبيبتي؟ لا عايزه اتعلم باترون عشان اعمل مشروع. احنا 20% يعني عشان نبقى بس احنا. مبروك يا مديحه. يا مديحه عيوننا ليكي يا روحي. خليكي معايا عشان ياخدوا بياناتك في كنترول. معايا رودينا. رودينا الخطوط بتقطع. في مشكله كمان في الخطوط. يعني في مشكله في البث ومشكله في النهارده. يا الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله على كل شيء. اتفضلي. السؤال الاخير. اتفضلي. واحد ليكي واحد ليكي واحد ليكي. اوكي. احنا النهارده خرجنا 500. وبسم الله ما شاء الله فتحنا بيوت وكذا. فاحنا عرفنا ان احنا في الحته دي تمام. هل بنفكر في فكره انه احنا نبتدي نتعلم حاجه جديده عشان نعلمهم؟ زي فكره التطريز، زي فكره ان احنا يشغلوا شنط. اللي هو اللي اسمه ايه ده؟ الكروشيه. هل حضرتك بتفكري في ده بعد كده؟ ممكن ممكن افكر.
يعني اكيد هكبر الموضوع يعني لحاجه داخله. يا ريت. تاني حاجه انا بعمل لهم يعني محاضرات تسويق عشان يقدروا يسوقوا في السوق. تسويق؟ هياخدوا محاضرات تسويق عشان يسوقوا شغلهم يكون ازاي يكون في السوق بطريقه افضل وتبقى مجانيه. انت قمر والله قمر حقيقي. انا عايزك، انا حابه ان انا ابقى كده، ده كان حلم حياتي ان انا اتخرج ناس تتعلم شغلي. لما خلصنا الدوره التدريبيه مع مدام احسان، طب خلينا ناخد ندى. معلش ندى. يا نونا. ايوه. ازيك يا نونا؟ ازيك يا طن؟ طنط ليه كده؟ ليه؟ ايوه يا ندى. ايوه حبيبي طنط ردوى، انت عندك كام سنه يا ندى؟ ندى عندك كام سنه؟ عندي 17 سنه. لا تقولي يا طنطا عادي، تقولي يا طنطا عادي، ادي الحلقه اهو اتكسر على الهوا يعني. يا جماعه يا حبيبه قلب طنط، مبروك عليك يا روح قلبي الدوره التدريبيه مع مدام احسان، خليكي معايا عشان ياخدوا بقى تليفون كنترول. مين تاني؟ دخلي تليفون واحد بس كمان يا جماعه بيقطع. والسؤال يا حلقه بسمله مش عارفه اعمل ايه. يا بسمله ازيك يا طنط؟ في ايه؟ ازيك يا حبيبي طنط؟ معلش هو انت حضرتك قوي حبيبي ده. انت عندك كام سنه يا روحي؟ 17 برضو. حبيبه قلبي هتقول لي يا طنط، طبعا اكبر منها بحاجه 20 سنه، لازم تقول لي يا طنط. يا حبيبه قلبي يا بسمله، احنا عايزين نتعلم خياطه وكده؟ ايوه. طب يا روحي مبروك علينا، خليكي معايا عشان ياخدوا بقيتك في الكنترول كده. 5 من 10 نحط دلوقتي على صفحتنا هي بس اللي على الفيسبوك دلوقتي حالا لو سمحتوا، بطلب من فريق السوشيال ميديا البوست بتاع مدام احسان عشان نختار 5 تانيين لتعليم التفصيل. بعد ما خلصنا الكورس، هل صحباتكم غاروا منكم في ان هم كمان عايزين يروحوا ياخدوا نفس الدوره التدريبيه دي؟ كتير جدا. ما تهزروش. كتير جدا. يعني اذا النهارده انه في بنات ابتدت تفهم ان هي ممكن تلاقي لها هوايه او مخرج او حاجه تبتدي تتعلم حاجه تعمل بيها مشروع نفسها. بس احنا فكرناهم بس. انتوا قمر، انتوا عاجبيني جدا، انتوا نورتونا النهارده. شكرا جزيلا ليكم. قابلتك النهارده رضا يعني. لا لا ده حضرتك كتر الف خيرك يعني. كتر الف خيرك اللي انت عملتيه مع ال 500 بنت ومنهم ياسمين مراد ومع مشاهدتنا، وانه انا اساعد واحده ده جزاكي عند ربنا خير. انا عايزه كده، نورتينا كده. نورتينا. مشاهداتي العزيزات، انا اسف جدا لان التليفون بيتقطع والحلقه وقع، غير البث اللي اتاخر. الحلقه ان شاء الله تعدي على خير يا جماعه. دلوقتي احنا عندنا اول اسبوع في يلا نخس 5 اسابيع. الحقيقه استاذه سلمى كانت عندها راي ان احنا نبتدي تصوير الفقرة دي من أول وجديد مرة تانية، علشان أنا ساعتها ما كنتش عاملة عملية تجميل في مناخيري فكان شكلي وحش. بس أنتوا عارفين إنه إحنا أهل فما فيش موضوع خالص، يعني لو لقيت الشكل متغير فأنا ما كنتش عاملة عملية تجميل في مناخيري ساعتها. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إصراري إن الفقرة دي تطلع زي ما هي، لأنه أنا ساعتها كنت لسه قاعدة مع الدكتور بتاع النظام الغذائي دكتور أحمد، فبالتالي زي ما بيقولوا كده إيه، كنت لسه سامعة منه كلمتين بتوع النظام والورقة في ايدي، فكنت قايلاها صح جدا. فعشان ما يحصلش اي لخبطة او ان انا اكون ناسي حاجة معينة، فانا قلت مش مهم خالص الشكل، المهم المضمون، لان انا يهمني في الاول وفي الاخر المضمون مش الشكل. حاجة تالتة وهي الاخيرة، انه هذا النظام اسمه يلا نخس في 5 اسابيع. ده كان موسم اول، موسم تاني، موسم تالت، والحمد لله رب العالمين في الموسم الرابع. الموسم استني يا سلمى ما تخشيش كده ماما. النظام الغذائي ده انا خسيت عليه، واعوذ بالله من كلمه انا، حاجه 31 كيلو او 30 كيلو في خلال 3 شهور وكام يوم. يعني ايه؟ يعني احنا بنخلص ال5 اسابيع وبعدين بنعيد تاني. فبالتالي انا كان معايا بنوته جميله جدا هنا خست في خلال 6 شهور حاجة 40 كيلو على ما أتذكر. لو سلمى لو أنا غلطانة قولي أنا غلطانة. فهو 5 أسابيع وبنكررهم، خست 42 كيلو ضحى. شكرا جزيلا يا سلمى. فهو 5 أسابيع، شفتي نفسك المفروض إن ال5 أسابيع دول حضرتك بتخسي فيهم من 12 ل 15 كيلو خستيهم وبقيتي تمام. نوقف ونثبت في مي عفوا نوران قنديل قالت لنا ازاي نثبت الاسبوع اللي فات، ما خلصتيهمش
كمليهم خمس اسابيع في خمس اسابيع لحد ما توصلي للوزن او عدد الكيلوهات اللي انت عايزاه. اتفقنا؟ مشاهدتي عزيزات، اول فقره واول اسبوع من الخمس اسابيع. بس سيبك سلمى على طول، لا مش معايا. اول اسبوع في يلا نخس خمس اسابيع بعد الفاصل، تابعونا. مشاهداتي عزيزات، ستات الحلوين بتتفرج علينا، النهارده هو اليوم الاول والاسبوع الاول لرجيم حضرتك اللي ان شاء الله حضرتك هتتبعيه. هنعمل خمس اسابيع مع بعض. الخمس اسابيع دول المفترض ان احنا لو مشينا عليهم صح جدا هنخس من 10 ل 12 كيلو. في ستات عملته وخست اكتر من كده، فارجوكم ارجوكم ارجوكم للستات اللي عايزه تخس هتمشي معانا خطوه بخطوه اسبوع باسبوع. ده الرجيم اللي انا عملته، ده مش رجيم رضوى الشربيني، ده رجيم دكتور محترم جدا، لكن احنا قلنا ان احنا لازم نعرضه في البرنامج علشان نمشي مع بعض. عشان ما عندناش وقت تعالوا نبتدي بالفطار. الفطار عندنا اربع معالق فول من غير زيت او سمن، او بيضه مسلوقه، او جبنه قليله الملح، او جبنه قريش. لو جبنه قريش حضرتك ممكن تاكلي منها كميه محترمه. معانا سلطه او اتنين سلايز شيدر، او اومليت بيضه واحده اومليت بمعلقه زيت زيتون، ومعانا نص رغيف بلدي، او اتنين توست بني، نص رغيف بلدي او اتنين توست بني. معانا كوبايه شاي باللبن، اللبن خالي الدسم لو احنا عايزين. ده الفطار. بنقعد من 3 لـ 4 ساعات ما ناكلش. لو جوعنا في الثلاث اربع ساعات دول عندنا خس او خيار او ثمره فاكهه، يفضل يكون برتقانايه. ادي الفطار. طيب لو احنا مش عايزين نعمل كده، مش عايزين ناكل خيار او خس او كذا، ممكن ناكل من عدد 6 لـ 10 عين جمل. يبقى يعني يفضل انه يبقى ما عليهوش ملح او لوز او اي مكسرات موجوده لو احنا جوعنا وعايزين بقنا يلعب. طيب الغدا، طبعا انتوا هتحسوا ان الاكل كتير، بس المفروض انه الاول الاسبوع الاول انا خسيت على ده 4 كيلو اول 6 ايام. مكرونه مسلوقه، 3 معالق مكرونه مسلوقه، او 3 معالق رز، يفضل لو كان رز بني، او نص رغيف بلدي مع النشويات اهي. 3 معالق مكرونه مسلوقه، او 3 معالق رز، او نص رغيف بلدي. صدور فراخ، مش وراك، صدور فراخ مشويه او مسلوقه. 2 شريحه لحمه مشويه او مسلوقه. عندنا عدد سمك، 3 سمك مشوي زي ما احنا حاطينهم كده بالظبط، او علبتين او 3 تونه يفضلوا يبقى دايت، لو ما كانش دايت احنا بنصفي الزيت منهم، او لو مش عايزين كل ده 3 بيضات مسلوقه. هو ده الغداء بتاعنا، او مش كلهم مع بعض، ده او ده او ده، مع 3 معالق رز، او 3 معالق مكرونه، او نص رغيف وسلطه. يعني مش عارفه جايبين سلطه كتير قوي كده، سلطه. عايزين ناكل خضار، ممكن ناكل خضار ني في ني، وانا هقول لكم طبعا في اخر الفقره دي الممنوعات ايه. هو ده الغدا. بنستنى 3 أو 4 ساعات، جايبين جبنه كتير قوي، مش عارفه جايبين جبنه كتير. 3 أو 4 ساعات جوعنا. بناكل ثمره فاكهه، يفضل يكون برتقانايه، او خس او خيار او مكسرات بدون ملح. طيب جايبين عيش كتير. ماشي، يبقى احنا عندنا الفطار في عيش، وعندنا الغدا في نشويات. العشاء مشاهداتي العزيزات يكون 3 ثمرات فاكهه مختلفه. احنا جايبين جوافه وتفاح، جوافه او تفاح، ممكن موزه بس ما بنفضلش الموز بالليل، كيوي. الفاكهه حلوه جدا، بس احنا نحاول نبعد عن الحاجات اللي فيها سكريات، وانا هقول لكم برده الممنوعات ايه من العشاء. او 2 زبادي لايت، هو ده، او بيضتين مسلوقين، او جبنه قريش
او جبنه قليله الملح. اه انا فهمت، او جبنه قليله الملح ومعانا سلطه، او 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 ومعانا سلطه. العشاء مهم جدا ان هو يكون بدري، مهم جدا ان احنا نتعشى قبل ما ننام اقل حاجه ساعتين ثلاثه. لو جوعنا بعد ساعتين ثلاثه بنرجع لكن بدون فاكهه، لان احنا ممكن نكون متعشيين فاكهه، فبنرجع تاني للخس، للخيار، للجرجير، طبق سلطه كبير وعظيم. المفروض ان الاسبوع الاول لو احنا عملناه بالطريقه دي، دول ست ايام فقط لا غير. اليوم السابع بنفطر نفس الفطار وهنتعشى نفس العشاء، ولكن وجبه الغداء هي بيكون الوجبه الفري. نعرف ناكل المحمر ومشمر وحمام ومحاشي، نعرف ناكل كل حاجه. يفضل نبعد عن الرنجه، لان الرنجه بتملى الميه في الجسم جامد جدا، وبتعمل يعني بتعلينا جدا على الميزان، وبتعمل هنا ميه كتير جدا. فيفضل الحاجه الوحيده اللي احنا ما ناكلهاش في الوجبه الفري هي الرنجه. في دكاتره بتقول انه ممكن الصبح نبوظ شويه، نبوظ سنه، يعني ناخد لنا مثلا حته بيتزا، ناخد لنا حته حاجه حلوه. انا ما عنديش مشكله في ده، لان انا يعني في ضمن ده كنت باكل في الاسبوع حوالي شوكولاتايه او اتنين، والحمد لله رب العالمين ما اثرتش. ده فطار وغدا وعشاء اول ست ايام اللي هتخسسنا من ان شاء الله باذن واحد احد من 3 ل 4 كيلو. عندنا بقى مشاهدتي عزيزات الممنوعات التامه، جميع انواع الحلويات، الالبان، اللب السوداني، المكسرات، المياه الغازيه، البطاطا، البطاطس، الفينو، لانشون ممنوع، بسطرمة، جبنة رومي، جبنة نستو، البلح، البلح عشان البلح انا عارفة ان احنا بناكل بلح كتير، التين، الشمام، العنب، القصب، المانجا، جميع انواع المخللات. المخللات بتعمل حبوب، بتملى مية في الجسم وبتخن. طيب القلقاس ممنوع، البسلة، اللوبيا، الفاصوليا، العدس، الترمس، الطيور، حمام وبط. طبعا الكلام ده احنا ممكن نعمله في الوجبه الفري بتاعتنا. كلاوي، كبد، اوانس، كباب، وكفته. والكفته ممنوعه جدا جدا جدا، لان الكفته مليانه نشويات، دهون عفوا. هنعمل ده لمده ست ايام مع شرب ميه كتير جدا، مع ان احنا هننام بدري، لان النوم البدري بيساعد جدا على حرق الدهون، مع انه احنا يعني عفوا هو الدكتور كان بيقول لي كده، هتقفلي بقك ست ايام رضوى، هتقفلي بقك عشان تخسي. قبل ما هطلع فاصل عايزه اشكر دكتور احمد عمر اللي هو صاحب الدايت العظيم ده، واللي ادهوني واللي انا خسيت عليه. ده كان اول اسبوع، طبعا احنا قعدنا كتير قوي، احنا قعدنا كذا شهر عشان اخس ال 32 كيلو. انا معاكم وفي ظهركم ووراكم لحد ما هنخس، وان شاء الله هنخس، وان شاء الله هيبقى جسمنا حلو، وان شاء الله هنبقى احلى اكتر ما احنا احلى. مشاهداتي عزيزات خليكم معايا وتابعوني، وفاصل قصير وهي وبس. دلوقتي انا معايا ضيفه، ضيفة مهمة جدا حول العالم، كسبت المرتبة الأولى في المهارات الإكلينيكية. إيه هي المهارات الإكلينيكية دي؟ أنا والله العظيم ما عارفة، بس أنا لما قريت القصة بتاعتها على الفيسبوك حسيت إنها قد إيه حد مهم، قد إيه حد مشرفنا، قد إيه حد أو واحدة عندها قصة حلوة كده وجميلة. وقمر ميرنا حسني نورانا والله. ميرسي. ايه المهارات الاكلينيكيه منى؟ شو بس افهم. اوكي، هو كلينيكال ده اصلا قسم اساسي في صيدله. احنا صيدله في مصر في صيدله جنرال وفي صيدله كلينيكال. ايه بقى الناس اللي بتركز اكتر في كلينيكال ده؟ ان هم بس احنا مش بس بنركز على الدواء والكيميكال فورمولا او تركيبه الكيميائي بس، لا احنا بنربط كل ده بقى اكتر بالمريض. بيبقى تركيزنا اكتر بمعنى اصح على المريض، على كل حاجه، كل الحاله بتاعته، كل اي امراض تانيه عنده، اي ادويه بياخدها من ساعه ما اتولد، بيبقى كل حاجه كده فروم اي تو زد للمريض، عشان نقدر نديله اكتر دواء او اكتر ليست ادويه صح، ما تتعارضش مع بعض وما تتعارضش مع صحته. طيب اديني مثال. هو ممكن نقول المثال بتاع المسابقه، ان هي حاله عندها 72 سنه، دخلت المستشفى مرتين بسبب ان في جزء في عضله القلب مات،
وعندها ذبحه صدريه، عندها الضغط، كل حاجه بايظه، بلس ان هي طبعا ست كبيره. الطبيب البشري بعت لسته الادويه بتاعتها بكل الجرعات، بيطالب بقى زي نوت كده ان هو بيطلب من الصيدلي يتدخل، لان كده لحد هنا خلاص دور الطبيب البشري خلص. وانس ان الموضوع بيبدا يجي ناحيه الادويه، فلا ده دور بقى الصيدلي كلينيك الاكتر، ان الادويه كلها صح، الجرعات صح، والحاله لا تزال بتسوء. بلس كمان ان الطبيب كان بيستاذن الدكتور الصيدلي الكلينيكال يعني ان هو محتاج يزود لها دواء تاني لان هي عندها اكتئاب. فهي دي الفكره، ان هي كانت عندها مثلا حوالي 7 ادويه لكل الامراض اللي عندها بكل الجرعات بتاعتها، كل الامر يعني كل الجرعات على الورق صح ومظبوطه، بس دور بقى الصيدلي كلينيكال هنا عشان هو عارف التفاصيل اكتر، ان لا ان اوكي الجرعه صح على الورق بس مش صح جوه جسمها، في دواء بيزود تركيز دواء، في ادويه ما ينفعش تتاخد مع بعض، في اكل ما ينفعش يتاخد مع الادويه اللي هي بتاخدها دي. فاحنا بنظبط كل حاجه من الالف للياء كده عشان نقلل اكتر اعراض للحاله دي وتوصل لاكتر ان هي ريزلت، ان هي تبقى احسن. انت بتقولي حاجه هايله، ميرسي حقيقي، لانه انا اعرف ناس ومن ضمنهم امي حبيبتي لو عندها مثلا مرضين فهي بتاخد ادويه غير الادويه، فاحنا ما بقاش عارفين ايه اللي اثر هنا وايه اللي تعب هنا وايه اللي وجع هنا. فانت بتقولي حاجه هايله. المسابقه اللي انت دخلتيها دي اخذتي فيها المرتبه الاولى حول العالم، مستوى العالم. كان المفروض انه يكون معاكي فريق. دي القصه اللي انا قريتها. ولكن حصل ايه؟ انا كنت بتكلم بالصدفه يعني مع هو بيبقى في حد مسؤول على كل المسابقات دي، بتبقى زي المانجر كده، فبتكلم معاها بالصدفه في يوم كده على العشاء عادي، وانها هنبدا امتى وكده، فقالت لي هو اوكي وشوفي الفريق. فقلت لها فريق ايه؟ قالت لي لا هي المسابقه دي احنا عاملينها هنا، اما بتبقى على مستوى العالم بتبقى فريق، لان هي بتبقى كبيره وادويه كتير ومحتاجه فريق يشيلها. قلت لها انا ما عنديش فريق. فقعدت كده قالت لي طيب خلاص يعني ان عادي. انا بصراحه عيطت يعني ان انا جايه اصلا اوريدي كل المسافه دي ومستحمله. كانت فين يا ميرنا؟ في رواندا. اوكي. مستحمله كل اللي حصل في رواندا ده عشان المسابقه دي، فان انا ما كانش هينفع ابدا ان انا اروح من غير المسابقه دي. وانا وصلت لها فكره ان لا انا مش هروح من غير دي، انا لازم انا الفريق انا لازم هدخل هنا. قلت لها ان انا مستعده اشيلها لوحدي، وانتم ما عليكوش اي مسؤوليه، كل المسؤوليه وكل الضغط هيبقى عليا انا. فكان لازم تبعت لي فورم ان انا اختار الشرط ده بنفسي، يوصل لهم كده ان انا اللي مختاراه، ان انا مش في فريق بس انا عايزه اشترك. وعلى ما بعت الفورم كانت جات لي بقى الحاله. كان طبعا فات وقت اوريدي من الوقت المسموح للمسابقه ودخلت بقى. وكل اللي قدامك فرق. وانت كسبتيهم لوحدك؟ الحمد لله. بسم الله ما شاء الله عليك. عايزه تبقي ايه بعد كده منه؟ انا نفسي اكتر ان انا اكمل في المجال ده. هو انا لسه طالبه ما اتخرجتش، لسه فاضلي اخر سنه، فانا نفسي اكمل مشروع التخرج. عندك كم سنه؟ 22 حبيبتي. نفسي اكمل مشروع التخرج في القسم ده، قسم الكلينيكال، واكمل ماسترز ودكتوراه. نفسي اكتر ان ابقى حاجه مختلفه في القسم ده، ان هو يقف على رجله اكتر في مصر وياخد مساحته الصح يعني اللي هو يستحقها. ومهم طبعا، والله العظيم طبعًا. مهم طبعًا. انا اعرف حاجات كتير جدا يعني اللي انت بتعمليه واللي انت بتقوليه واللي انت كسبتيه مهم. طبعا انت نورتينا. ميرسي. وشكرا جزيلا ليكي. ميرسي لحضرتك. اختيار ميرنا النهارده كان علشان عده اسباب. السبب الاول انها مصريه شرفت بلدها ودخلت مسابقه مع الدول تانية، كسبت المسابقة دي، ده نمرة واحد. نمرة اتنين لأنها بنوتة عندها 22 سنة، فاللي عندها حلم اللي عندها طموح أهي بيحققه وهو في الجامعة أو هي في الجامعة. نمرة تلاتة لو أنا واثقة من اللي انا بعمله لا يهمني انا قدامي مين، ولا واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة. هي بطولها بنت عندها 22 سنة، ربنا يحفظك ويحميكي، دخلت مسابقة قدامها فرق دولية كل فرقة فيها واحد واتنين وتلاتة واربعة وكسبتهم،
في المرتبة الأولى، حاجة تفرح وتشرف، ونورتيني ونورتي عالم مصر فعلا حقيقي. لما قريت قصتك ما صدقتش. طيب يا سلمى حالا لو سمعتي أرجوكي، حبك أنا. ميرسي. وأنا كمان. مشاهداتي عزيزي، دلوقتي هنروح لفيديو. هو الفيديو ده يعني مش احنا اللي عاملين، والفيديو ده برضو شفناه على السوشيال ميديا او على الفيسبوك، بس احنا شفناه قد ايه مفيد، قد ايه مفيد مش طبيعي. هنروح نتفرج على الفيديو ده ونرجع بقى ليكم من هي وبس. الاطفال دول احلى حاجه في حياتي، فلزة كبدي كده. لما الاقي بقى انه في سيده او ست مهتمه جدا بفكره انها تنقل موهبتها للاطفال للجيل اللي جاي، فكانت لازم تبقى موجوده. طبعا موجوده فيا وبس، يعني يعني هتبقى موجوده فين؟ سلوى نور الدين دمرانا يا فندم. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا سوسو. انت رسامه ومعلمه وصعب قوي قوي ان انا اعلم او ادرس الرسم، مظبوط؟ الى حد ما مش دايما بيبقى صعب، لو الخطوات مبسطه والفنان الصغير هو اللي منقي هو نفسه يعمل ايه، وانا بانيه من حاجه عنده اصلا، يعني انا مش بزقه الحاجه بعيده عنه، انا باخده من حته هو اوريدي فيها، يطلع سلمه صغنططه كده فيحس ان الدنيا لطيفه، يقوم طالع سلمه كمان حبيب. فما يحسش ان الدنيا حاجه بعيده عليه. سلوى، الرسومات اللي انت جايباها دي كلها هي رسومات اطفال؟ تمام. من 5 سنين ل 17 سنه. من 5 سنين ل 17 سنه. معلش، احنا عملنا رسومات كتير جدا، فين الخمس سنين فيهم؟ ده خمس سنين. من الاول بيقعد يتمرن قوي ازاي يعمل الشكل المدور، والشكل المدور طالع منه رجول شبه مستطيل، يعني بنبسط الاشكال والخطوات، وبعدين بيعمل تمرين كتير بحيث ان هو ما يقلقش وهو بيلون، ويحاول مع الوقت يبقى عنده تقنيه انه ما يطلعش بره. هنا مثلا التعبير اكتر، البنت اللي هي ماسكه حاجه عايزه تطلع على نجمه، دي 6 سنين. ست سنين. بسم الله ما شاء الله. طب احنا قبل ما نسترسل في الحديث، استاذه سلوى هتعلم 6 اطفال عندهم موهبه الرسم. طبعا انا في الفاصل سالتها سؤال ذكي جدا، قلت لها سوسو انت المرسم بتاعك او المكان اللي هندرب فيه الاطفال فين؟ فقالت لي في الرحاب. فيفضل من الناس القانتين في مصر الجديدة أو قاطنين في مصر الجديدة أو التجمع الخامس، علشان خاطر اللي ساكن في أكتوبر يعني يضطر بقى يمشي وياخد فيزا ومحور أو ده كتير قوي يا جماعة، فيعني مصر الجديدة أو التجمع تبقى عظيم، ولكن طبعا تحرين. هنحط دلوقتي حالا التليفونات على الشاشة، كل الأمهات اللي شايفة إنه بنتها أو ابنها عنده موهبة الرسم، أستاذة سلوى هتقوم بالواجب. قد ايه الوقت للطفل يعني ياخده علشان يطلع لوحه زي دي؟ بصراحه شديده جدا، هو يعتمد على استعداده هو، يعني في طفل اسمه حمزه عنده 5 سنين رسم ديك روعه من 3 مره، هو لوحته هتتعرض بكره في معرض جماعي. معرض جماعي بكره. ممكن اقول فين؟ ممكن تقول. في مؤسسه الاهرام، قاعه كبيره، احنا اكتر يعني اللي هيعرضوا اكتر من 50 طفل من 5 سنين ل 18 سنه، اكتر من 150 لوحه، وكل لوحه مميزه في التكنيك في الفكره. عقبال الستة بتوعنا، احنا معانا 6 اهو، 6 هدايا او 6 دورات تدريبيه من الاستاذه سلوى. تمام. طيب من الى لو انا موهبتي لسه بتبتدي او عندي موهبه بس لسه يعني ها لحد يعني من شهر لثلاثه، من 6 شهور لسنه، من كام لكام؟ طيب هقول بس حاجه صغيره عشان الناس دايما تلتبس على حته الموهبه دي، هم مش فاهمينها قوي فكره الموهبه، فاكرين ان الموهبه ان انا مهاره، لا، الموهبه بعد ما انا اكتسب مهاره اعمل حاجه ما اتشافتش قبل كده، دي الموهبه. في ناس فاكره ان اللي مش موهوب ما يعرفش يرسم، لا، اللي مش موهوب يعرف يرسم، هيبقى عنده مهاره
بس ممكن يقف عند حتة الإبداع. المميزين لا ممكن تترجمي انت قلتي المميزين اللي هو بيقدر مع الوقت يمشي المهارة موازية للإبداع فيعمل حاجة روعة فكرتها عظيمة ومتنفذة بطريقة عظيمة. يا جماعة معلش الناس بس انتوا فهمتوا ولا انا الوحيدة اللي قاعدين بذاكر النهارده؟ طب هقولها بطريقة تانية. دلوقتي انا لو نقلت فازة زي ما هي يبقى انا بعرف ارسم، فيقول لك ده بيعرف يرسم، هو عنده مهارة نقل الرسمة، موهوبة. هنا موهوبة، ذكي او شاطر او ماهر. ما اقولش موهوب. الموهوب اللي هو بيرسم رسمه ما بيشفها، يعني ما بيرسم تمام. ممكن واحد مش موهوب يعرف يرسم ازازه تحفه، انا ما افترضش ان ده كده موهوب عشان عارف ينقل. لا، هو الموهوب اللي بعد ما اتقن ازاي يرسم الازازه بشكل اللي هو الظل والنور والنسبه بتاعتها مظبوطه، ما تلاقيش ازازه الازازه بق الازازه عامل كده النسبه المظبوطه، يشوفها انت اكنك بتعيدي رؤيه الواقع بعين جديده، ده نقول عليه فنان او موهوب. طيب سلوى نرجع تاني. تمام، الاولاني او التاني عشان ناخد قد ايه وقت؟ برضو حسب، هو زي الرياضه كده، قولي لي تقريبا المينيمم شهر. شهر يطلع منه حاجه. طيب تعالي ناخد استاذه امينه. يا امينه. الو، مساء الخير يا امينه. مساء النور يا رضوى، عامله ايه؟ ازيك انت يا روحي؟ الحمد لله انا كله تمام. امينه انت ساكنه في الجيزه؟ انا في الجيزه. فيزا بقى للرحاب؟ ها. طيب ماشي خلاص. عندنا ولد ولا بنت يا امينه؟ لا بنتين توأم. عندهم قد ايه؟ سبعه. عندهم قد ايه؟ سبع سنين. اتنين ليهم هما الاتنين عشان ما تبقاش واحده وواحده، اتفقنا؟ حبيبتي مبروك عليك يا روح قلبي، خليك معايا عشان خد بالك في الكنترول كده. اتنين من الست عشان حرام، اصل هما دول توأم، هنودي واحده والتانيه تقعد حتى دي قد اتفرج عليها. اقتل نفسي انا في هذه المرحله. معانا مران. الو، ازيك يا مران؟ نوران. انا بعتذر يا فندم بس عشان يعني انا مش سامعه كويس. ازيك يا نونو، عامله ايه؟ الحمد لله. عندنا بنوته عندها قد ايه؟ ولا انت بتعيطي ليه؟ انا 12 سنه. طيب وعندنا المهاره او بنعرف نرسم؟ مش عارفه. بعرف. حبيب قلبي. طيب انت ساكنه فين يا نونو؟ وسط البلد. قريب يعني مش قريبه قوي. طب دي في الرحاب؟ ها ماشي. يلا مبروك علينا يا نونو، ادي تلاتة من الستة. يعني نحاول نقرب للرحاب عشان الرحاب ده يعني مش عشان يقدروا يكملوا كمان وتابع معاهم، عشان هو عايز متابعة. يعني بصراحة اللي شغلهم تميز قوي اللي هم بيعتبروه زي المذاكرة. يعني مش انا رسمت الرسمة حلوة واركنها وخلاص على كده، بتعلم. سلوى بتقدري قاعدة جنبيهم قد ايه؟ هو مش ببقى قاعدة جنبهم، احنا بنرسم سوا. يعني هما مش بيحسوا ان انا زي مدرسه وبديهم المعلومه، لا احنا جو كده من بنقعد نرسم مع بعض. اوكي ناخد شغالين مزيكا و... يا حقيقي انا اجي بس انت فرحانه. يا نيفين. الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حبيبتي. انا عندي بنت عندها 11 سنه بتعشق الرسم. شفتي الرسومات الحلوه اللي اولادنا عاملينها يا نونو؟ هي بتقلد اي رسمه موجوده بتقعد تقلدها، فنفسي تتعلم الرسم عشان هي بتحبه جدا. عيوني يا نونو. خلاص احنا كده هناخد دوره تدريبيه مع الاستاذه سلوى، ونيفين ان شاء الله تبقى من المبدعات. معانا الاء. ازيك يا رضوى؟ ازيك يا لولو، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام يا رب دايما. يا روحي قولي لي. حلوه قوي، رسومات تحفه بجد. بتقول لك من 5 سنين، انت متخيله؟ دول يشتركوا معانا بقى المعرض السنه الجايه ان شاء الله. بقى اولادكم يشتركوا معايا مع استاذ سلوى المعرض اللي جاي السنه الجايه ان شاء الله. لولي احنا عندنا ايه؟ انا بنتي عندها 8 سنين. 8 سنين. ده دي تنور جداً. تنور الدنيا، تنور. ميرسي ليكي، خليكي معايا عشان ياخدوا بايرتك في الكنترول كده. فاضل طفل او طفله واحده بس، وهتخليهم يشتركوا في المعرض ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله. انت كل سنه بتعملي المعرض ده لكل الاطفال. انا بدات وحاسه انها تجربه ان شاء الله هتبقى ناجحه، والافتتاح بكره بس ان شاء الله. الخطوه الثانيه هنركز اكتر على خامات جديده اللي هو الموزاييك والخيط. الموزاييك هي ممكن الكتر. اقوم يا استاذ حلويني ممكن؟ عشان هم بس شداد قوي عندنا في البرنامج وكده. طب انا لو شلتها هيحصل؟ لا 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 شيليها، اساعدك؟ لا انا تمام، انا حطيت المايكات في البنطلون والدنيا ماشيه زي الفل، مفيش موضوع يا جماعه.
هو ده الموزايك؟ اه ده ازاز صح؟ ده ازاز بالظبط كده. ده حلو قوي. ودي كان كام سنه؟ دي اللي عملت 10 سنين اسمها سلمى. اسمها سلمى؟ اه. واللي حواليها ده رمل. يعني اسمها سلمى. احنا بندخل يعني زي خامات جديده، يعني انا ان شاء الله المعرض الجاي هيبقى مركزين على الخامات الجديده. بعد قد ايه؟ بعد قد ايه؟ يا رب ان شاء الله بعد سنه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اخر تليفون معايا ألفت. حلوه قوي ألفت. مش عايزه ابوظها. ألفت. الو. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. قولي لي احنا عندنا بنت ولا ولد ولا ايه؟ بنتي عندها 13 سنه. ربنا يحفظها يا حبيبتي ويخليها لك. تحب ترسم؟ تحب ترسم؟ اه بترسم حلو جدا. طيب يا روح قلبي يا استاذه سلوى هتنمي عندها هذه المهاره. خليكي معايا بس هي في الرحاب. ها؟ اه احنا في التجمع. يلا زي الفل. برافو يا ارنولد. برافو. عادي الوحيده مش تاخد فيزا. خلاص يعني كده خلصنا الست دورات. ده معلش يا فندم ده يعني ده الخط الخارجي بيرسم غزاله، وده هنا مستخدمين حاجتين مسامير. ايوه. وخيط. وخيط. والخلفيه. طب معلش يا فندم معلش معلش يعني هي كده ولا لا؟ ده الـ القرون بتاعت الغزاله مظبوطه. هي كده مظبوطه. اه لما شفتها في ال تمام تمام. انت نورتينا. انا اللي اشكرك جدا جدا ومبروك مقدما على المعرض. yeah. انا متاكده انه هيبقى من احسن واحلى المعارض اللي اتعملت. يا رب. لانه قد ايه انسان طيب. في الفاصل قعدت اتكلمت معايا استاذه سلوى نور الدين، وقد ايه انسان عنده صبر وطول بال ان احنا نعلم اطفالنا الرسم. دي حاجه مش حينه. نورتينا يا سوسو. انت الاحلى. ساكت. شكرا. مشاهداتي العزيزات، هنطلع دلوقتي لزومبا. يعني الطاقه الايجابيه، يعني نفس والروح. يلا نقوم نقف بقى كده كلنا نرقص على الزومبا دي ونرجع ليكم من هي وبس. احيانا حلقه ملخبطه شويه. دي كان المفروض تبقى في الفقره الثانيه واللي فاتت كان يعني كده، طبعا نظرا لانه احنا طلعنا متاخر واسكردوا كانت يعني عندنا نرحل، فالدنيا متلخبطه بس كل حاجه ان شاء الله امان. دي اخر فقره معانا النهارده في حلقتنا النهارده. ازاي اطول شعري في 3 شهور؟ نتيجه تحصل بعد 3 شهور لو عملنا الحاجات البسيطه اللي احنا هنقولها دلوقتي حالا. بعد 3 شهور هتحسي ان شاء الله باذن الله ان شعرك بقى حاجه تانية خالص وطول وبقى زي الفل. في حاجه اسمها اكلات بتطول الشعر، وده طبعا مش كلامي، ده طبعا كلام دكاتره. احنا عملنا ابحاث كتير قوي وكان معظمهم موجود عندنا في البرنامج، دكاتره جلديه ودكاتره تغذيه وكذا، كلهم اتفقوا الاكلات اللي بتطول الشعر: بيض وسبانخ وجرجير وسمك، شوربة عدس، كبدة، التفاح بقشره، قشر التفاح، عسل اسود. طول ما انا باكل الاكلات دي يا بنات او يا ستات شعري هيطول. انا شخصيا اعوذ بالله من كلمة انا رضوى الشربيني كل يوم باكل حزمتين جرجير الصبح كل يوم بقالي 3 سنين. خلاص؟ دي الاكلات اللي تطول الشعر. ثم طبعا ثم دي لو احنا مش متجوزين يا جماعه عشان نبقى بس ايه متفقين، او مفيش حد قاعد معانا في البيت، لانه صدقوني انا مامتي بيجي لها ازعاج فظيع. توم، فص التوم ده لما نبشره ونحطه على فروه الراس بعد 10 ايام ينبت الحته اللي فيها فراغ تنبت. نخاع بيتجاب من عند الجزار، عايزه نخاع يتسلق، وماما هتقول لك نعمله ازاي، او ماما هي اللي عايزه تطول شعرها اكيد عارفه. على النار عليه شويه زبادي، في ماسك زبادي بالعسل. الماسك الزبادي بالعسل بيطري الشعر للشعر الناشف او الشعر التالف. عندنا هنا صفار بيضه وزيت زيتون وزيت خروع، مش مهم المقادير، نحطهم على بعض نعمله ماسك للشعر ان شاء الله مره واحده في الاسبوع. لو ما فاتش مش هيضر، لان كل اللي احنا بنقول ده طبيعي.
في اثناء الثلاث شهور او من خلال او في خلال الثلاث شهور دول مطلوب ان احنا نروح الصيدليه نقول لهم مساء الخير. طبعا انا مش هينفع اقول له عشان ده هيبقى اعلان. مساء الخير يا جماعه، لو سمحتوا انا عايزه الفيتامين اللي في علبه بيضاء. الفيتامين ده فيه بايوتين، بايوتين ده مفيد جدا للشعر. مطلوب من حضرتك انه بحد اقصى تغسلي شعرك في الاسبوع مرتين. السشوار يتعمل على شعر مندي، يعني لما تغسلي شعرك تقعدي بيه 10 دقايق ربع ساعه علشان تعملي سشوار. لو حضرتك ما عندكيش اي مناسبه او اي حاجه يفضل لا نعمل لا شعرنا لا سشوار ولا بالبيبيليس ولا اي حاجه الثلاث شهور الجايين. مطلوب جدا ان احنا لو شعرنا احنا مش محجبات ما نقعدش في الشمس كتير. حمام الكريم مهم جدا للشعر، او الزبادي او اللبن عليه معلقتين عسل كل اسبوع ان شاء الله مره واحده كل اسبوع. ما عندناش البتاع اللي هي عند الكوافيرات دي، فوطه سخنه على بنيه على شعرنا. لو اتبعنا الاكل ده بيض جرجير، انا باكل كل يوم الصبح زبادي جرجير حاجه غريبه جدا، سبانخ جرجير بيض سمك كبده عدس تفاح بقشره، قش مهم جدا، رز بس الرز بيتخن فبلاش رز، بس الرز بيساعد ان الشعر يطول، عسل اسود. شكرا جزيلا مع الوصفات دي مع الفيتامين، حبيتين مفروض اللي هم كاتبين على العلبه بتاعه الفيتامين البيضه دي انه الفيتامين ده بيتاخد منه حبيتين كل يوم. بعد ثلاث شهور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وانا شخصيا انا يعني عاوز ما كده انا عملت كده، ها لو الشعر هيبقى من هنا اهو هيوصل لحد هنا، مش بهزر بكلم بجد كده في ثلاث شهور، والشعر هيبقى انعم والطف والذ يا لذيذه يا تعب. مشاهداتي العزيزات قصه حلقتها، معلش كانت حلقه متلخبطه جدا نظرا للحاجات اللي انتوا عارفينها. ان شاء الله بكره اشوفكم الساعه 6 حلقه جديده من هي وبس.